والله شاهي، قسم بالله شاهي. حنوم ما أني بنايم أنا. شو تسوي؟ لا وين رحت اليوم؟ صيدلية؟ صيدلية وعودنا. بس نبي استأذن. لا والله أنا شوف أنا قبل. تمر. كله ما قمنا إلا قبل. إحنا ما قمنا إلا قبل الأذان بعشرة. يا ولد ما ننام. وكيف يطفى؟ يشتغل. يطفى ويشتغل. يطفى ويشتغل. تكنولوجيا. أم حق تكنولوجيا. إيش رأيك روح صلالة؟ لو في تكنولوجيا توديني صلالة الحين بضغطة زر كان سويتها. كم يوم سويتها قول؟ باقي خلص البث على طول. جلس هناك أنام. تنام؟ إيه لا. تروح صلالة تنام؟ إيه. غبي أنت، لا. روح أشوف أسلم، أخلص أنام. يعني من أطلع من هذا الباب أنا رايح السيب على طول مثل الأفلام المتحركة لما قلته ضغط الزر وتنام صدر ومتى تبي ترجع؟ أجلس هناك شوي ساعة ساعتين ترجع تنام شغل المايك زي لو الحين جاك مثلا صالح حسين قال كم ساعة تكفيك تروح الماء؟ ثلاث أيام مش ثلاث أيام خمس أيام ما تصير حيوان وتكزرها لا خمسة أيام واجد لا والله ثلاث أيام ثلاث أيام واجد مش واجد ثلاث أيام كم ساعة؟ 74 ساعة 74 ستة ستة سبعين 74 ساعة طيب تدري إني جاي من الإدارة الحين وصالح حسين قال شوف طاهر إذا بيروح عمان أنا جاي من الإدارة قبل شوي ما عاد هناك ما عاد اللي عنده الدرعي تولي انا الحين شوف عيني سمعت شوف عيني والله انا شوف عيني قال هذا خليه يروح وانا وطاهر بطياره قلت والله قادي يا انت شكلك قال بس بشرط انت رحت هناك سمعتها انا سمعتها سمع اذني قال بس بشرط ياخذ سته من اخويا من هنا انا ما صدقت طبعا افتك منهم طبعا انا منهم اختار لك خمسه ساعد خليه عشان يقوم الصلاه تري اليوم سوي ساعة طويل أنا نايم سلطان نايم سعد اسمع سعد يقومنا وإذا قومنا ما يقوم نوم ثقيل ما شاء الله هذا وش سلام وين الباقين تسمع نخل منا شنو يقوم نص الصبح وشي؟ دور 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 عليها بتحصلها دور عليها زي دور عليها بهدوء وركادة مكانك كيف ما انت حاطن دور عليها دور شوي دور دور عليها دور عليها كأنك ما مستعجل تحصلها اما اذا دورت مستعجل صبرها وين مينا والله ما هو فلان صدمة قلت انت خلي اليوم سوفينا قومنا من النوم قال انا بروح اتوضا بنزل تحت اتوضا قلت خلاص ادخل الحمام اللي هنا عشان احنا نبغيه انزل تحت قال طيب انا بروح اتوضا وبجي والله اللي مو بقي من كوب ليمون اول ما طلع كلنا نزل كذا انسدحنا يرجع مع ابتسامه مثل صب ليمون قال انت نفس طاهر ما ادري ايش يقول قلت ليه شو مسوي هو قال قلت له قوم وراح توضى ويجي قال طيب يوم نزلت مع الدرج يعني لا 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 انا شفته لما نزل مع الدرج انا خلاص قطمت البناء لما انا قلت كذا عند الحمام في فراغ بين الدولاب والجدار تشوف اللي طلع من الدرج سعد شفت سعد طلع على طول قلت قال يا كلب رجعت نمت والله شوف اول شيء يقول يوم شي يقول انا بواصل يا رجل المغسلة ما شفتها فيه ليه؟ كل ملاب اسمعها جات اليوم بكرة اليوم كي تجي الساعة واحدة بالليل اللي خلصت البقرات وخلصت كل شيء ماشي إلا فقرتين اليوم فقرة صح؟ اليوم فقرة فقرتين لا
ابو عبد العزيز فقره. ليه ابو عبد العزيز نسمه؟ مو بنسمه، ابو عبد العزيز في فقره، فقره جديده. فقره جديده؟ ما اعتقد شيء سمعت في فقره جديده. ادري. هذه عقب ان ديل الديل مليو، الديل مليو كل شرف ان الشباب موجودين. ايمن يقول اليوم خلنا نستانس مع بعض، قلت ليش؟ قال خلنا ننام مع بعض، قلت ليش؟ قال عشان بكره راح نبكي. الله لا يحييك. الحين بشوفك تبكي. اتحداك اذا بكي. انا ما ابكي، انا بس سلام على البادي.